بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن Special Databases Using PostgreSQL and PostGIS. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نبني قاعدة بيانات جغرافية باستخدام اوامر SQL. عشان نعمل كده هنحتاج نتبع الخطوات التالية. اول حاجة هنعملها هنثبت PostgreSQL. احنا اوريدي مثبتين البرنامج ده عشان اشتغل عليه. طيب محتاجين حاجة اضافية كمان اسمها ايه؟ اسمها PostGIS. طب ليه محتاجين PostGIS ده؟ محتاجين PostGIS ده وهو برنامج صغير عشان نعمل ايه؟ عشان نمكن برنامج PostgreSQL من انه يشتغل قواعد بيانات جغرافية. بعدين هننشئ قاعدة بيانات ونتبع الخطوات اللي هنشوفها في الفيديو في الخطوات الجديدة. طيب عشان نثبت البوست جي اس لازم نتأكد من رقم الاصدار بتاع البوست جري سي كيو ال عشان نختار الاصدار المتوافق معاه من البوست جي اس. احنا اشتغلنا على اصدار 10 عشان انا حددت الاصدار متوافق معاه من بوست جي اس، هبعته لكم عشان تثبتوه. ممكن نشوف الاصدار هنا، ده البرنامج اللي هنثبته. كل اللي انت هتعمله هتثبت البرنامج، دبل كليك عليه، اجري، create special database، next، بعدين ايه؟ install. هو كده هيتثبت، مش محتاج اي حاجة تعمل اي حاجة تاني. انا اوريدي مثبته عندي. اوكي. طيب بما اننا ثبتنا البرنامج خلاص PostgreSQL وثبتنا PostGIS، تعال نشوف الخطوات اللي هنتبعها عشان نعمل قاعدة بيانات جغرافية باستخدام SQL. هننشئ قاعدة بيانات وهنسميها let's say، ممكن نسميها ايه؟ SVU. انا انشأت قاعدة بيانات هنا اسمها SVU. في حاجة هنا اسمها ايه؟ اسمها سكيما. السكيما دي ممكن نتعامل معها كأنها ايه؟ فيتشر داتا سيت. في الارك كتالوج لما بنعمل قاعدة بيانات بنعمل ايه؟ بنعمل فيتشر داتا سيت. فيتشر داتا سيت دي بنعمل داخلها ايه؟ اللايرز بتاعتنا، سواء كان لاين، بوليجون، بوينت. طيب يعني ايه برضو ممكن نستفيد بيها في ايه؟ ممكن نعمل مجموعات، يعني هنعمل مثلا هنقسم مراكز، عايزين نعمل فيتشر داتا سيت لكل مركز، فاحنا هنعمل ايه؟ نعمل سكيم هنا لكل مركز. كلها هتعمله تحدد قاعدة البيانات بتاعتك وهنكتب الكود بتاعها. هنسميها ايه؟ جيو ديت سيمي كولن. نعمل ريفرش تلاقي عندنا ظهرت هنا ايه؟ الجيو ديت. اوكي. طيب نرجع تاني هنا، الخطوة الجاية اللي هنعملها احنا عايزين ننشئ ايه؟ قاعدة بيانات جغرافية. طب احنا انشأنا قاعدة بيانات، هي لسه لغاية دلوقتي مش قاعدة بيانات جغرافية. طب عايزين نفعل ايه؟
السبيشال سايد في قاعدة البيانات. هنعمل هنكتب ايه؟ ونكتب create extension post gis simple. وتاني برضو create extension كده. عملنا extension post qis post qis topology. طب فين extension ده؟ هذا extension بتاعنا ظهر هنا. كده خلاص انا عندي قاعدة بيانات جغرافية. طيب تعالوا ننشئ tables. طب لا كده ما بقاش اسمها tables, بقى اسمها ايه؟ layers. بس برضو هتبقى بنفس الالية اللي بننشئ بها ايه؟ table. عندنا query جديدة اهو. نيجي ننسخ الكود بتاعنا. طيب الكود اللي احنا شايفينه ده create table, انشئ لي الجدول. geodata, ايه geodata دي؟ احنا كنا بنكتب هنا ايه؟ اسم الجدول بشكل مباشر. طب ليه هنا كتبنا geodata dot places؟ اسم الجدول هنا places. طب ما ايه geodata دي؟ geodata دي السكيمة اللي احنا عملناها وعايزين نحفظ داخلها ايه؟ عايزين نحفظ داخلها اللير بتاعتنا الاي دي والنيم. الاختلاف هنا فين؟ في الجيو. في هنا ايه؟ 4326 ده اللي هو ايه؟ السبيشال ريفرنس. ده لمين؟ للدبليو جي اس 84. كل نظام احداثيات ليه رقم زي كده كود بيرمز لايه؟ لنظام الاحداثيات ده. طب تعال كده نطبق هنا. طب احنا قلنا ايه؟ كرييت تيبل. التيبل ده اسمه بليسز. طيب لو انا كتبت بليس بشكل مباشر يبقى هيحفظ لي فين؟ في البابليك. لا انا عايزه يحفظ فين؟ في الجيو داتا. اوكي طيب عشان نحفظ في الجيو داتا دي الاي دي برايمري كي ونيم فرشار 50 جيوم جيومتري ده ايه نوعها ايه هنا بوينت يعني بليسز ده هتبقى لير طبقه من نوع ايه بوينت بنظام احداثيات دبليو اس 84 ده الكود بتاعه. نعمل رن دي ب F5 او بنضغط على السترايك. طب تعالوا نشوف كده جيو داتا تيبلز بليسز. انا عندي بليس هنا فعلا. طيب نعمل لير تانية اللي هي يكون نوعها ايه هنا اسمها ايه اللير اسمها رودز اي دي والنيم الجيوم جيومتري نوعها ايه لاين سترينج نوعها لاين. خلاص كده تكريت معانا هنا في التابلز فيش بليسز و رودز. طيب الطبقه الثالثه هيبقى طبعا نوعها ايه بوليجون. طيب جميل احنا كده بقى عندنا ايه قاعدة بيانات جغرافية نفعل فيها الاكستنشن اللي هو ايه البوست جي اس والبوست جي اس توبولوجي و اسمها اس فيو فيها سكيمة اسمها جيو داتا وداخل السكيمة دي في ثلاثة طبقات ثلاث طبقات والثلاث طبقات واحدة بوينت اللي هي بليسز
لاين اللي هي رودز، وبوليجون اللي هي ايه زونز. طب جميل، لغايه هنا جميل. الخطوه الجايه ايه؟ انا انشات، عايزين ندخل بيانات عشان نشوف دي هتختلف ايه بقى عن الجداول العاديه اللي احنا كنا بنشتغلها. نكتب الكود اختصارا للوقت، ده الكود بتاعنا. insert into دي جيو داتا هنا معانا على طول. جيو داتا هنا معانا ليه؟ عشان يعرف يوصل لها، عشان البرنامج يعرف يوصل لمكانها فين. جيو داتا البليسز دي داخل جيو داتا. طبعا الكولومز اللي عندنا id name و geom. geom ده عشان الاحداثيات. طيب id الفاليوز، id قلنا واحد، name عشان تكست لازم تبقى داخل ايه الكوتيشن دي، الكوتيشن مارك. اول نقطه عندنا هنسميها بوينت ايه. طيب اي اس تي سيت اس ار اي دي، دي دي ايه دي؟ الجزء ده خاص بمين؟ بنظام الاحداثيات. وبمين؟ وباحداثيات النقطه اللي احنا هنعملها، بما ان بليس دي نقطه. طيب اس ار اي دي نظام الاحداثيات عندنا كام؟ 4 3 6. هو انا هحتاج اكتبه في كل انسيرت؟ ايوه هنحتاج نكتبه كده في كل انسيرت. وفي الاقواس هنا اس تي ميك بوينت. طيب اعمل لي نقطه. طب هيدخل نقطة. طب فاكرني جداول كنا بندخل ايه؟ البيانات عادي، فهيدخل بيانات خلاص. طب الاختلاف هنا في ايه؟ ان انا عندي نقطة، النقطة دي باحداثيات، احداثيات حقيقية. طيب فتسهيلا ليكم هنختار نخلي النظام الاحداثيات بتاعتنا WS84، وهنخلي احداثيات بسيطة خالص 0011 بغض النظر عنها هتكون فين. طب احنا كده عملنا ايه؟ رن. طب ما تيجي نشوف في الطبقة بتاعتنا view. طيب ادي النقطة، حلو. الـ ID وده نوع primary key، والنيم كتب لي هنا point A، insert geometry. لو ضغطنا هنا هنشوف ايه؟ ده الاحداثي هنا على الخريطة. الاحداثي ايه؟ 0 و0. فين 0 و0 ده؟ ده تقاطع خط الاستواء مع ايه؟ مع جرينتش. اوكي طيب تعالوا بقى نعمل insert لي line. roots نوعه هنا line A، ده الاسم، نوعه line string. الكود ده الجزء ده من الكود مش بيتغير. امال ايه اللي ممكن يتغير؟ ممكن اغير هنا في الاحداثيات، نغير في البيانات دي، في اسم اللاين، في الاي دي بتاعه، بس طبعا مع عدم التكرار عشان ده برايمري كي. ممكن اغير في نظام الاحداثيات. طب هنا في خطا ليه؟ ريليشن ماي جيو داتا روتس دازنت اكزيست. هو مفيش حاجه اسمها ماي جيو داتا، اسمها ايه؟ جيو داتا كويري ريتيرنت. رودس هنا لو قلنا فيو ودخلنا على اللاين بتاعنا على الخريطة هنلاقيه موجود برضو قرب خط الاستواء. طيب ليه؟ تعال نشوف البيانات اللي احنا ادخلنا. ما هو 0 و0 1 1، 0 و0 1 1 دي فين؟ في نفس التقاطع. طب ليه قيمتين الاحداثيات؟ عشان ده ايه؟ لاين نقطة بداية ونقطة نهاية. طيب تعالوا كمان ندخل بوليجون ونشوف. insert into geodata zones id name geo. طيب id 1 name polygon a. طب ما الـ الكود ده جزء ده من الكود، جزء ده من الكود بالكامل عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل بوليجون. هنا ايه؟ st underscore make polygon. طب ليه هنا line string polygon؟ زي ما احنا قلنا هناك line بيتكون من 2 points، هنا البوليجون بيتكون من ايه؟ من lines. طيب فين احداثيات الخطوط دي؟ المفروض عندي كام نقطة؟ كام نقطة احداثيات؟ 4 نقاط، 1 2 3 4، والصفر والصفر تاني ليه؟ عشان يقفل ايه؟ البوليجون بتاعنا. تعال نعمل ران نشوف. لو جينا هنا للزونز
فيو هنلاقي عندنا ايه بوليجون ايه ادرج معانا ورسم لي بوليجون هنا فعلا شايفين. طيب الخطوة الجاية احنا خلاص انشأنا قاعدة بيانات جغرافية وانشأنا داخلها ثلاث طبقات، الثلاث طبقات دول موجودين داخل سكيما سميناها جيو داتا. طب ما عايزين نعمل كونكت بقى بالارك جي اي اس. تعال كده عندنا الارك كتالوج هنا وفي الكتالوج تري تلاقي حاجة عندك اسمها داتابيس كونكشن، اد داتابيس كونكشن. طيب لو عندك البوست جري بشكل افتراضي كده اوكي. طيب لو على اي حاجة تانية ورجعت اللي هتختار من الدروب داون منيو دي تختار بوست جري اس كيو ال. في الانستانس هنا هتكتب ايه لوكال هوست. طب ليه لوكال هوست؟ عشان احنا قاعدة البيانات بتاعتنا فين، على السيرفر ولا على الجهاز؟ على الجهاز، فهي كده لوكال هوست. طيب داتابيس اوثنتيكيشن يعني ايه؟ هو عايز اليوزر نيم اللي هو بوست جري والباسورد بتاعك، الباسورد اللي انت بتستخدمه عشان تلوج ان ايه بي ادمن. مجرد ما تكتب البيانات دي بالمظبوطه هتلاقي جايب لك ايه قواعد البيانات اللي انت انشاتها فين، على البي جي ادمن بتاعك على البوست جري. احنا عايزين نكونكت على قاعده بيانات اسمها اس في يو اللي احنا انشاناها دلوقتي حالا. Do you want to continue failed؟ نشوف. طيب ليه ممكن نأديت الكونكشن بروباتيز لوكال هوست بوست جري. فيلت كونكت داتابيس انفاليد داتابيس. طيب تعالوا كده نروح للبي جي ادمن نغير اسم قاعدة البيانات، هي حروف كابيتال ممكن نخليها حروف سمول اس فيو عشان بس تبقى نفس ال سيف. ماشي. هو بيقول هنا ايرور داتابيس از بينج اكسس باي اذر يوزرز. نقفل بس الكويري المفتوح سيف. خلاص بقى اسمه اس فيو سمول ليترز. لو رجعنا تاني كونكشن بروبرتيز لوكال هوست هنا اس فيو اوكي، تلاقي هنا عمل ايه عمل كونكت على داتابيس. ادي بليسز عملنا بريفيو هيظهر لنا النقطة اللي احنا عملناها هنا اهي. رودز ادي الطريق وزونز ادي البوليجون. نقفل ده ونيجي هنا على البرزنتيشن هنلاقي احنا محتاجين اخر حاجة معانا نعمل كونكت على كيو جي اس. ادي كيو جي اس. كيو جي اس هتلاقي هنا البوست جي اس والسبيشال لايت والجيو باكج الى اخره من داتابيس اوراكل وداتابيس 2. احنا عايزين ايه بوست جي اس يو كونكشن. طيب نيم، النيم ده ايه؟ ده اسم كونكشن ممكن نسميها داتا. لا نسميها كيو سيرفيس مش عايزين في حاجة. الهوست لوكال هوست بورت زي ما هو. الداتابيس اسم قاعدة البيانات ايه؟ اس في يو. هنيجي هنا على الكونفيجريشن نختار بيزك نكتب هنا ايه اليوزر نيم بوست جري بعدين الباسورد. نعمل تيست connection to queue database was successful هنقول له ايه اوكي. طيب ادي الكيو داتابيس بتاعتنا. مجرد ما نيجي نفتح قاعدة البيانات هيطلب مننا مين اليوزر نيم والباسورد. عشان نقدر ندخل على قاعدة البيانات
جميل جدا. احنا عملنا ايه؟ عملنا فيتشر كلاس او فيتشر دات سيت سميناها ايه، ديو ديتا. هنلاقي داخلها ايه الطبقات بتاعتنا، بليسز وروتس وزونز. ادي بليسز، وادي روتس، وادي زونز. الضفة عندنا الثلاثة. اوكي، البوينت واللاين، وادي البوليجون بتاعنا. طيب انا لو عايز هنا اعمل بوليجون جديد، نخلي اي دي 2 والنيم نيو. اعمل له سيف. لو رجعنا هنا لقاعدة البيانات، عملنا ريفرش، نرجع ل اس فيو في السكيم، جيو داتا، تيبلز، زونز، اديت، نلاقي عندنا ايه، بوليجون ايه اللي احنا عملناه من الانسيرت، ونيو هو لسه عاملين له ايه، ده البوليجون الجديد اللي احنا رسمناه. فين رسمناه؟ هنا في البرنامج. امال فين البوليجون الثاني؟ عشان احنا هنا عملنا سيلكت. انا لو عملت سيلكت فالبريفيو هيجيب واحد بس كده، البريفيو هيجيب لي الاثنين. هات البوليجون، مجرد ما اضغط كليك عليه هتلاقي اسم ايه، بوليجون، وكل التفاصيل الموجوده في الاتريبيوت تيبل بتاعه. اللي احنا اتعلمناه ده اسمه انتربرايز داتابيس، يعني ازاي اعمل قاعدة بيانات واربطها بجهاز او اكتر. احنا دلوقتي قاعدة بيانات موجودة هنا، الجهاز ده لو متصل على نتورك وانا عايز ادي صلاحيات الدخول لقاعدة البيانات دي لاكتر من مستخدم معايا على نفس النتورك هيقدر يدخل. طيب لا، انا الجهاز عندي مش متصل على نتورك وعايز صلاحية، عايز ادي يوزرز كتير يدخلوا على قاعدة البيانات بتاعتي ويشتغلوا عليها، يبقى انا كده محتاج اعمل ايه؟ محتاج ارفع قاعدة البيانات اللي انا عملتها دي على ايه؟ على السيرفر اونلاين، بحيث ان انا بدل ما هكتب لوكال هوست لا هكتب اسم السيرفر قاعدة البيانات موجودة فيه. خلاص اليوزر ده هيقدر يدخل من خلال الباسورد واسم السيرفر بتاعنا طبعا واسم قاعدة البيانات، انه يقدر يعمل ادخال زي ادخال بيانات زي اللي احنا عملناه دلوقتي ده. وده نقدر نعمله على الروتس وعلى البليسز. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع النهاردة اللي فيه اتعلمنا ازاي ننشئ قاعدة بيانات جغرافية، عشان ادخلها ثلاث طبقات لاين بوينت وبوليجون باستخدام ال WGS 84، وربطنا بالارك جاي اس وبالكيو جاي اس، وعملنا ادخال وتعديل من خلال الاس كيو ال كوماند بكود الاس كيو ال، ومن خلال ايه، ومن خلال الكيو جاي اس. شكرا لكم.